فتيحة من قبل كانت كتعاني من واحد الانتفاخ من عند الزوجات، كان كيصحاب ليها بسكينة راه الحمل اللي عندها، توهمات انه راه الحمل. ديناها عند طبيب، اكتشفنا ان الكلوة ديالها عامرة بليكيس، وقال لنا ضروري خاصها عملية. ديتها عند الدكتور محمد المريني، هو اللي شكى لنا المرة الاولى على الحالة ديالها، وقال لنا المبلغ اللي خاصها باش دير العملية. عاد حنا هي ما كانش عندها ديك الساعة داك المبلغ، من بعد تكلفوا بها المحسنين والدكتور اللي فتح ليها دابا، والحمد لله دابا راه مزيانه الحمد لله. وكنشكر المحسنين كاملين اللي عاونوها داخل الوطن وخارج الوطن، الحمد لله هي دابا راه في صحه مزيانه. كنشكر الاخ يوسف اللي تعاطف معها، هو اللي كان اول واحد اللي هو اللي وراها لهاد الناس كاملين الله يرحم ليهم الوالدين. وهي دابا راه طلع عند الدكتور والحمد لله، دابا عاد عطانا الورقه ديال الخروج وجا شافها دار لها كونترول، هي دابا راه في صحه جيده وكنشكرهم كاملين. واش تحسري لنا الاشاره ديالها؟ واخا يا بابا لا بابا. قالت لك كتشكر الناس كاملين كاع المحسنين اللي عاونوها. قالت لك كانت كتمنى حتى هي تكون عروسه ومع هذا الوباء ما قدراتش وكانت عيانه، دابا تقدر تخرج ان شاء الله، وباغا حتى هي دير العرس وتفرح براسها. بابا بابا قالت لك كتمنى كل شيء كاع هاد الناس اللي عاونوها يحضروا ليها في العرس ديالها. وتهز في العمارية. يا ربي قالت لكم دعيوا معاها بالشفاء ان شاء الله، وان شاء الله دير العرس ديالها وتعرض عليهم كاملين. قالت لك الحمد لله. أبي أبي قالت لك الدكتور كتشكره بزاف، قالت لك دار معاها جميع الجهود وما حساتش بالعمليه وخرجت مزيانه ما كتحس بوالو الحمد لله. كتشكر الدكتور ديالها. أبي أبي قالت لكم شكرا بزاف. قالت لك الأمنية ديالها هو أنها تكون بعدها في صحة جيدة ودير العرس ديالها وتكون عندها الدويرة ديالها، حيت مني من قبل كانت خدامه غير هي وعبد المولى كيتقاسموا. الصراحه هاد السيد الله عمرها دار زوج صالح ونعم الرجوله، وقف معاها في الشده قبل ما يتنشر كاع الفيديو كيبكي وكيقول لي انا مرتي نحط عليها بالعربيه دم جوفي وما نخليهاش. هو الصراحه وقف معاها واحد الوقفه ديال الرجال، انا بعدا كنحييه وكنشكره ونعم الرجوله. كتشكر عبد المولى، قالت لك هو اللي وقف معايا وساندني، كنحمد الله ونشكره اللي عطاني راجل بحال هذا انسان نبيل الحمد لله. قالت لك دابا غنخرجوا غنديروا العرس. ان شاء الله غدير يا عبد المولى، قالت لك عرس كبير ويحضروا فيه كل شيء. دابا الامنيه ديالها هي انها دير العرس وتطلع في العماريه، قالت لك وندير. هي هذيك دير لك العماريه وغادي ندير لهم هكا. الحمد لله. السلام عليكم. بعدك اولا تنشكر المحسنين داخل الوطن وخارج الوطن، وتنشكر الناس الطب اللي هنا اللي وقفوا معايا، وتنشكر السي يوسف والصحاب ديالو كل شيء اللي داروا معايا المجهود اللي نقطوا لي. بعدك المدام ديالي اللي كانت بين الحياه والموت كانت تتالم بزاف من جيت هذاك الحريق ديال هذاك الكيس الكلوه عندها، وكنت انا تنتالم منها بزاف، ولكن الحمد لله بخير وعلى خير ردوا لي داروا واحد الاجر كثير. الفضل تيبقى المحسنين
والمواطنين داخل الوطن وخارج الوطن اللي دارت العمليه بعدك. الحمد لله، الله يجازيهم بخير، الله يكثر خيرهم، نقطوا بعدك هاد الدرويشه هادي بعدك، والله يجازيهم بخير. نتمنى تكون لهم في الميزان المقبول ان شاء الله، وتنشكرهم بزاف بزاف. مزيان قالت لك بغيت ندير العمليه، ندير العرس وبغيت نطلع نلعب في العماليه ونكون صحيحه ومريحه بخير وعلى خير. قالت لك بغيت نشكر المحسن، بغيت نعرض عليهم كلشي من ندير العرس طلع في العمليه، يجيو يتفرجوا ليا في العرس ديالي الله يجازيهم بخير. وطايا تعرض عليكم دابا تقول لكم جيو مرحبا بكم. وتدعي معكم بزاف، تطلبكم. والحمد لله بعداك جا عند الدكتور دابا شافها، عطانا الورقه دابا بالله تخرج بعداك صحيحه وبخير والحمد لله، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. دايرين مجهود، مجهود الله هو اللي كان ربي ساعد بزاف السي يوسف وصحابه بعداك، تنشكرهم تاهما بزاف، داروا المجهود الله يكثر خيرهم بزاف بزاف. دابا غتخرج دابا مع شي الوحده كاع غتهبط، وخاطا تنشكروا هاد السيده بنت اختها بعداك، تنشكرها بزاف، دارت معايا المجهود ديالها الله يكثر خيرها. وهي اصلا عاد تمشي تسكن عندها، فهمت، مع انا كاري غير بيت لتحت وكاين صداع وكاين ضيق، ما كاين لاش راجم لا والو. قال لي الدكتور خاصها تكون ضروري في الهاويه، يكون شويه البرد، شويه شي حاجه مضويه بعداك، من رحمه الله تشمى عدي عند السيده بعداك، تنشكرها بزاف الله يكثر خيرها، الله يرحم ليها الوالدين بعداك. تبرك عندها واحد 10 ايام ولا 15 يوم بعداك، غير بالله ما تصحت شويه بعداك، جمعت راسها والحمد لله. الساعه تنشكروا مواطنين داخل الوطن وخارج الوطن، الجماهير ديالنا تنشكرهم بزاف، وتنشكر المحسنين الله يكثر خيركم بزاف، عمر خيركم نساوه.